التكوين كيعرف عده مراحل كيف كيعرف الجميع. كاين ديك لا بري فورماسيون، كاين لا فورماسيون، كاين لو بوست فورماسيون. في هذه المراحل كلها كاين مسائل علميه اللي كتبنى على دي تيست فيزيك، على لي تيست اللي كنمشيو عليهم، المسائل الفحوصات الطبيه، وكاين تكوين تكتيكي وتقني على واحد النهج تكتيكي معين اللي كنمشيو للاعبين باش كيف كيعرف الجميع ان المشكل الكبير عندنا في المغرب في تكوين اللاعب المحلي هو الثقافه التكتيكيه. فحنا كنحاولوا نمزجوا ما هو كيف قلت علمي فيما يخص الاعداد البدني والنهج التكتيكي باش اللاعب تكون عنده الحلول مستقبليه انه ملي يكون يلعب في جميع لي سيستيم انه يلقى الحلول الملائمه انه يشتغل فيها بكل اريحيه. ممكن غنكون غادي يمكن ما كاينش اللي غادي يشاطرني راي يمكن، ولكن غنكون صريح اولا مع نفسي باش نقول باننا مازال عندنا مشكل في تكوين ديال اللاعب المغربي. بالاخص ملي كنتكلموا على التكوين كنعرفوا بان هاد اللاعبين اللي دابا كيلعبوا اغلبيه ديالهم ما لقاوش ظروف انهم يشتغلوا في ملاعب عندهم، يعني يكون عندهم واحد البرنامج اللي تكويني اللي كان يعني ممنهج وغادي من الاول حتى الاخير. بالتالي المشكل الكبير هو كيف قلت في الثقافه التكتيكيه. اللاعبين ديالنا من الناحيه البدنيه كتلقى كاين مستوى، ولكن باش انك تلقى الحلول في النهج التكتيكي فكنلقاو مشاكل كبيره، وهي اللي كتلقانا كنشوفوا بان في البطوله المغربيه كاين بطء، وهذا البطء نعاود نكرر ما مبنيش على ما راجعش المساله البدنيه، ولكن نراجع الوجود حلول تكتيكيه باش انك تلقى الحل في اسرع وقت وانك تسرع بالوتيره ديال العمل داخل رقعه الملعب. الحمد لله لي زونترينمون كيدوزو في جو رياضي، والولاد تبارك الله متحمسين كما تنقولوا سون فريمون اونترينابل، يعني تيبغيو يتعلموا، وهذا هو الهدف ديالنا في هذا السونتر الحمد لله مع هاد لي جون. الانتقاء اللي كانوا شويه اللي عندنا لو جروب كان شويه مويه، مي افو مع الوقت ومع لي ماتش ومع لي زونترينمون الحمد لله وصلنا لواحد النيفو مستوى طيب، والدراري تبارك الله متحمسين، وهذا تيبشر بالخير. شنو كانت عندي تجربه في قطر، خدمت في العصب في لالي سميتها في لاكوميسيون تكنيك ديال قطر. بيان سور هنا الحمد لله هذه زعما بدايه ديال المبشره عندنا هنا في السونتر. السونتر ما شاء الله كاين فيه كل الاشياء اللي تنبغيو نستعملوها في التدريب ديالنا، ما عندنا حتى مشكل بالنسبه لا ريبارتيسيون لا تاع لي تيران ولا ديال لو جروب ديالنا. عندنا زعما اداره مع الاخ حميدو هو اللي تيشرف عليها، الاداره التقنيه كنهضر، والحمد لله الامور غاديه مزيان لحد الساعه. وكانت عندنا شويه كما قلت لك في البدايه بعض العوائق، ولكن الحمد لله دابا وصلنا للنتيجه الطيبه. كما كتشوفوا كنستعدوا باستعدادات الحمد لله ممتازه، شقنا البطوله، رمضان كامل ما لعبناش، وحنايا كنستعدوا ما فيه الكفايه ان شاء الله باش اننا نمشيو في المسار ديال البطوله ان شاء الله، وعلاش لا نحقق الصعود هذا العام ان شاء الله. الاتحاد المحمدي اللي دابا فاتينا بخمسه نقاط، ان شاء الله حنايا كنستعدوا باش اننا هما غادي يتوقفوا واحد في الاسبوع اللي غادي تكون فيه الشامبيون غادي يتوقفوا، حنا غادي نلعبوا ان شاء الله، غادي الا حققنا الفوز غتبقى جوج نقاط. وكما كتشوفوا ان الاستعدادات مع الكوتش كريم الاستعدادات الحمد لله بخير، وان شاء الله كنتسناو اننا باش تبدا البطوله باش نمشيو فيها مزيان ان شاء الله. هذا العام يلاه سينيش معاهم وبدينا مزيان، استعدادات مزيان، وغادي حنا مزيان في البطوله، حنا الطروازيامين ومازال العطي عطي ان شاء الله. والاستعدادات كيف كدوز كنترينيو مزيان فيما لي زانترميتون كلها كتلات ولا اربعه كيما كتكون.